طيب سؤال تاني، انا باخد برضو من كلامك وبتكلم، ما عندناش الانترفيو، يعني كل وظيفة في العالم بيبقى فيها انترفيو. انا شايف ان كمان المدرب لازم تعمل انترفيو مع رئيس النادي او الإدارة، بتجيب، انا بقول النهاردة انا عايز مدرب، بجيب الكابتن ايمن المزين بعمل له انترفيو، والله يا كابتن انت بتشتغل ازاي، احنا شخصية النادي عندنا 1 2 3، تقدر تعمل ايه الفترة اللي جاية علشان التارجت بتاعنا. بعديها بيومين ويبقى في اداره فنيه قاعده بتناقش الموضوع، بعديها بيومين الكابتن عبد الناصر اتفضل نفس الكلام، ويبدا في مقارنه ما بين، انا هتعرف على شخصيه الكابتن ايمن المزين من طريقه كلامه، من طريقه البرزنتيشن اللي بيعرضها، هو الراجل هيعرض 1 2 3، هل ده يتناسب مع النادي ولا لا، او نفس الكلام. يبقى عندي، اصل الناس بتقول انا عندي سي في 1 وعندي سي في 2 ورقه، لكن مش، انا مش هعين الورقه، انا هعين الشخص، هعين الكاركتر دوت. فده اكيد برضو مش موجود، هو في مصر هو مش موجود، هو انا ما اعرفش هو موجود بره ولا لا موضوع الانترفيو ده. موجود اكيد موجود. لا في في، لا طبعا طبعا، يعني بتقول للمدرب اتفضل احنا اديك مفاجاه، موجود، اديك مفاجاه، اديني مفاجاه. في مصر هنا في نادي واحد عملها الانترفيو ده، اعتقد وادي دجله، ديكيرنس، ديكيرنس اللي لسه صاعد للممتاز به فعلا، رئيس النادي استاذ خضر، خضر ابراهيم اعتقد اسمه، استاذ خضر تقريبا، عمل كده وقعد مع كذا، ومن ضمنهم قعد معايا على فكره، قعد مع كذا مدرب واتكلم معايا وبمنتهى الاحترام، اتكلم معايا واتكلم، هو حتى لما اعتذر لي، اعتذر لي قال لي ان انت طموحاتك اعلى من اللي انا دلوقتي عايزه، ده شيء محترم، انا جدا مش عايزه دلوقتي، ده شيء محترم جدا، تكلفتك هتبقى عاليه عليا، ده شيء محترم يعني طبعا، بص الطريقه عادي، واصحابه بنبعت ونتكلم مع بعض، مفيش مشكله خالص. المشكله هنا في مصر يا كابتن هاني، زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، لا المدرب مصنف ممتاز به، طب يبقى خلاص، يبقى الانديه اللي في الممتاز به تفضل في الممتاز به، محدش يطلع، محدش يطلع، ايوه ما تصعدش بقى، ما هي هي. انت عايز تصعد، يعني انت مصنف نفسك رئيس نادي تلعب في الممتاز والمدرب ما يشتغلش غير ممتاز به، ما هو شوف المعايير غلط، انا بتكلم في المعايير دي غلط. لازم تدي فرصه لمدرب في الممتاز به، ولما تجيبه وتغامر بيه، ما هو كل المدربين، كابتن ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال اول ما مسك ايه كان في الممتاز به، لما مسك تليفونات بني سويف وهبطت، لكن قيمه الناس اللي قيمته صح، قيمت شغله وشافت شغله 10 على 10، ابتدى يشتغل في انديه محترمه وكبيره وبتاع، وبقى كابتن ايهاب جلال. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت قيم المدرب، شوف شغله عامله ازاي مع الفرق اللي هو شغال معاها، يعني زي ما انا مثلا اشتغلت مع اف سي مصر، كابتن ايمن مع طنطا، فرق لسه صاعده ولسه جديده في الدوري الممتاز، شوف شغلهم، هل شغلهم ده ما تشوفش النتيجه، لان النتيجه دي ليها عده عوامل، دي بتتغير، دي المجالس الاداره النظره بتختلف جدا، وانت زي ما قلت يا كابتن ايمن بتختلف في انديه شعبيه، ممكن الانديه الشعبيه بيبقى الاستعجال اعلى لان الضغوط الجماهيريه اعلى شويه، فبيبقى في اقالات، بغض النظر يعني عن النتائج، ممكن تكون النتائج الى حد ما مهزوزه، لكن انت شايف ان المدرب ماشي على الطريق الصح، ما ده فرق برضه، الناس بتشوفها بالظبط، ده عايز عين فنيه شويه، ايوه هي عايزه عين فنيه. وبعدين يا كابتن هاني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في امور ثانيه متحكمه في الموضوع، وكلاء اللاعبين، اصل ده قريب من رئيس النادي، اصل ده قريب من مدير الكوره، في ناس مش هتدخلك النادي لما تدفع، بجيبها لك على بلاطه. ده من جوه النادي، من جوه، في ناس كده، يعني من جوه النادي يقول لك عايز تخش النادي عن طريق الوكيل بقى، يعني هي شغلانه، بص في كل حاجه، ما انا بكلمك اهو، يعني ما انا بقول عشان تبقى الدنيا صريحه وواضحه، يعني الناس برضو الناس لازم تعرف الكلام دوت، بيحصل ان انت بتروح نادي والنادي موافق على كل حاجه، لكن لازم تدفع لحد جوه النادي، لحد معين، عشان ممكن الحد ده جامد وممكن ما يدخلكش النادي، يعني كمان ممكن يعني يا هتخش يا هتمشي، يعني تدفع يا تمشي بمعنى اصح.